هتنتقمي بقى وتبعدي وكده ولا ممكن تعديها؟ لا ما عديهاش. تنسحبي من العلاقة نفسها؟ هي غلطة وخلاص؟ لأنه ده أكبر عقاب إن أنا انسحب. يعني ولا هنتقم ولا بس يا ست العقلة المفروض تسامح الراجل في أول خمسة. الست العقلة بقى يا أخويا لما يبقى عيالها أطول منها كده وتستعمل، وأنا أستحمل ليه أنا؟ يعني أول 45 نزوة دول ممكن تعدهم له بعد كده؟ لا 46، هعدي 46 الأول.